أهلا بكم. بين الغناء والعلوم ودعم الحرف التقليدية، سيدات حلقة هذا الأسبوع تألقنا في مجالاتهن، فوسط عشرات الرجال ترأست سيدة للمرة الأولى المجلس الوطني للبحوث. أيضا وعلى نهج والدها دعمت سوزان الحرف التقليدية، أما بالنسبة للفرقة السودانية فتغني وتعزف بأصوات وأنامل نسائية لدعم قضاياهن. ضيفتنا الأولى من السودان سالوت يلبنوت، فرقة نسائية قررت تغيير صورة نمطية حول غناء المرأة والقضايا التي تطرحها الأغنيات لتجذب الشباب بكلمات تعبر عن واقعهم، وبآلات كالجيتار والدرمز والبيانو تسلط الضوء على قضايا المرأة وما تواجهه من تهميش وعنصرية وغيرهما. سالوت البنوت هي فرقة غنائية نسائية بتدعم قضايا المرأة عبر الأغاني بتاعته. الاسم اختارته واحدة من البنات مننا يعني في المجموعة، اللي هو سالوت بمعنى تحية للبنات، يعني جمعنا كلمة إنجليزية وعربية عساس إنه يكون حاجة كده يعني فريد من نوعه، في نفس الوقت نقدر نوصل الرسالة بتاعتنا. القضايا اللي احنا عبرنا عنها في أغانينا اللي أصلا هي قضايا احنا الشخصية أو المجتمع اللي حوالينا، مشاعرنا حولناها لكلمات، حولناها لأغاني وألحان، وهي طلعت زي ما هي. اللي هي أمثلة لها مثلا مشكلة الختان، قضية الختان عملنا منها أغنية ستوب، الثقة في النفس عندنا أغنية بلاك برايد، عندك انه واحد مثلا حبي نفسك اغنية بيوتيفول، برضو مثلا قضايا الحب يعني برضو هي قضية بتخص المرأة، عندنا اغنية حبيب العمر، اغنية بيت اوفر، كل الحب بحاجاته الحلوة والسيئة. مسكنا فكرة افريكان جيل، انه طيب في افريكان جيل احنا حنكتب عنها شنو، او بالنسبة يعني كل واحدة تكتب المرأة الافريقية بالنسبة لها شنو، او هي بتمثل شنو كده. ففي كل قضية بنمسك واحد واحد بنقعد نكتب، كل زول بيكتب الفكرة بتاعته، حتى بعد كده بنجي نقعد نجمع الافكار ونصقهم مع بعض كشكل شعر، بعد كده بنجي نعمل الموسيقى. غالبا بنستخدم الجيتار او البيانو لننسق الموسيقى بتاعتنا، او يعني حاجه كعظم كده للموسيقى عشان احنا نقدر نلحن الحاجه اللي كتبناها. حتى بعد ذاك بيجي القعده الاخيره بتاع التوزيع، ده هيقول شنو وده هيكون شغال في الحته دي شنو، والتوزيع الاخير. داخل السودان كان في مشاركات عديدة في البرامج الثقافية، في مثلا في السفارات، في المنظمات، يعني في الفاشن شوز، في يعني كان في مشاركات كثيرة، يعني ما بقدر احصر لك في عدد معين. ودي كانت حاجة حلوة يعني انه احنا بنقدم لبلدنا، ده غير ان المشاركات الخارجية. امال احلام بشي لا معنا بالضوء الظلمة المرات لفانا، مرات خطواتنا تتوه تتعثر، مرات الفرح يتشتت يجهر، أحيانا الدنيا جميلة وسكر. أما مشاركاتنا الخارجية برضو مشاركات كثيرة، يمكن أول مشاركة كان Arabs Got Talent، وفي مشاركة في برضو الكويت
برضو كان يوم المرأة، وفي مشاركة برضو كان في تونس. بجد احنا منسجمين شديد، وبنحب يعني لما يكون في بروفا احيانا بنخلي البروفا ونقعد نتونس وبتاع مع بعض، واحيانا بيجينا زهايمر في نص المسرح بننسى بعض الحاجات، لكن يعني عشان احنا يعني متفاهمين وعارفين انه كل واحدة دي ممكن تغلط في اتو حتة، فبيكون في زول مركز معاه عشان لو غلطت تلحقها طوالي، فدي يمكن من الحاجات السمحة اللي قاعد تحصل معنا. الحاجة اللي بتميزني في سالوت يا البنوت هي تنوع الفرقة، إنه كلنا أي واحدة جاية من منطقة مختلفة في السودان، حتى في تنوع في الأديان، دي حاجة مميزانة. الحاجة دي بتخليني إنه مثلا من كل واحدة من خلفيتها بتجيب مثلا الحان بتاعت المنطقة بتاعتها، بنضيفها برضه للأغاني، دي خلت أغانينا برضه متنوعة. ده غير إنه حاجات إحنا بنكتبها برانا بمشاعرنا احنا بنعبر بها برضه، حاجة دي خلتنا احنا نتميز، وكلنا ملتزمين يعني اننا نوصل الرسالة، وكلنا عندنا نفس الهدف اللي مخلينا مستمرين في الفرقة. الاغاني اللي احنا ألفناها كلها عبارة عن حاجات طالعة مننا، مشاعرنا احنا جبناها برانا، ألفناها برانا، كتبناها ولحناها ووزعناها برانا. يعني برضو من بداية الفرقة ولحد الآن في أعمال كثيرة، وآخر عمل طلع علينا هو كان ألبوم فيه 6 أغاني، فيه يعني المواضيع اللي فيه والأغاني مشتركة يعني أو متنوعة، اللي هو يعني مثلا عندك أغنية بيت يا لوف سونج، عندك دواك جواك اللي من اسمها دواك جواك هي تحفيز للزول. African Girl هي أكثر غنية معروفة لينا لأنها متنوعة، اللي هي لو ملاحظين فيه في بداية الأغنية في زغروتة بتضم يعني زغروتة من عدة مناطق، يعني ما بس السودانية، اللي هي أصلا إحنا معنيين بالAfricans كلهم. فAfrican Girl هي غنية متنوعة للأفارقة كلهم، فدي شاركت. وغير انه اللحن بتاع المزيكا بتاعتها يعني كده كاتشي وحلوه، دخلت انه الناس يركزوا معاها اكتر. افتح كتب اقرا شعر جمالنا احنا بندرس، كتب فينا احمد شوقي كوابين رومي، مهاره بتعبور تاريخ المال الحدود، سمره صوت جميله سته الكرم وجود. صح المراه كانت في الوسط الفني موجوده من زمان، لكن انه كفرقه نسائيه بس، هم اللي بيكتبوا، هم اللي بيلحنوا، اللي بيوزعوا، هم اللي بيغنوا، بيعملوا وبيديروا فرقتهم كلها حاجه نسائيه، فكان شايفين الحاجه دي يعني مستحيله. السؤال انتوا بنات براكم ما حتقدروا تعملوا حاجه، حتعملوا شيء يعني، فاحنا تخطينا الصعوبات دي. فكره انه المراه بتقدر تعمل اي حاجه كانت صعبه شديد. أولهم إحنا عشان نغني كان صعب شديد، فكان لازم نقدم الحاجة دي بطريقة يعني نغير المفهوم ده، ونقدم يعني القضايا الموجودة والمشاكل اللي قاعد تواجهنا كلها نقدر نقدمها بطريقة مقبولة للناس، يعني ما تكون بطريقة يعني عنيفة أو لا احنا كلامنا لازم تسمعوه بالغصب او كده، لكن بطريقه تكون جميله ومبسطه عشان الناس تقدر يعني تفهمنا وكده. المراه عندها مشاكل عايزه حل، عايزه ترفع صوتها، عندها عدم ثقه بنفسها عايزه زول يعني يشجعها، عايزه زول يحل مشاكلها، يوصل صوتها عشان مشاكلها تتحل يعني او تعبر عن مشاعرها. فالمراه في السودان في العالم العربي من زمان مكتومة، أو يعني ما بتعبر عن مشاعرها كفاية أو بالطريقة الصحيحة، أو ما مسموح لها أصلاً إنها تتكلم. بس إحنا بنوريها إنه لا، أنت عبر عن مشاكلك، وصلي صوتك، خليك واثقة من نفسك، أنت بتقدري تعمل أي حاجة. I'm not afraid of the dark.
ننتقل إلى مصر. سوزان ويسا واصف سيدة تسير على نهج والدها في دعم صناعة المنسوجات اليدوية عبر تعليم النساء وأبنائهن هذه الحرفة، وتسلط الضوء على أعمالهن عالميا عبر معارض سنوية في مختلف دول العالم. والدي كان مهندس معماري وكان بيدرس تاريخ فن في الفنون الجميلة في القاهرة هنا، وكان معجب جدا بالفترة اللي فيها الحرفة مزدهرة في مصر. كان بيشوف كم الإبداع والابتكار اللي موجود فيها. في بداية حياته كمهندس حاول يتقرب لبعض الحرفيين اللي كانوا لسه موجودين علشان يجددوا أعمالهم أو يضيفوا حياة للي هم بيعملوه، وجدهم بينقلوا القديم بدون حياة، فحب يثبت فكرة إن الإبداع والابتكار موجود في الناس كلها، والفن كلنا فنانين، بس لو الواحد ياخد فرصة منذ طفولته إن يكتشف طاقته الشخصية الإبداعية ويشتغل بيها. ده اللي دفع والدي إنه يخاطب الأطفال، وكان عايز طفل مجرد ما يكونش متأثر بمصادر جمال أو فن أو حتى حرفي تأثر على أفكاره الشخصية. عشان كده اختار قرية مش بعيدة عن سكنه في الجيزة، قرية الحرانية، والقرية دي كانت بسيطة جدا وما كانش فيها أي نشاط حرفي، أو يعني الناس اللي كانوا ساكنين فيها مجرد زراعة بس، وده كان مجال مناسب إنه يبتدي التجربة الفنية بتاعته. هي فكرة تنشئة، يعني إزاي أساعد إنسان أو طفل إنه هو يكتشف طاقته الشخصية ويحطها ويبني لنفسه مستقبل وحياة مختلفة. هو بعد وفاة والدي الحقيقة الشغل استمر، لأن هو زرع جذور قوية جدا في المكان. النساجين، الخامات اللي احنا بنستعملها، الفكر التربوي ده في الناحية الفنية، واحنا اتغرس فينا. يعني أنا كنت طول عمري بحلم ان ابقى جزء من اسلوب الحياه، هو حياه متكامله، اسلوب حياه بنؤمن بيه وبنحقق فيه ان احنا ندي فرصه لكل شخص يتعامل معانا انه يلاقي ذاته ويشتغل بطاقته الشخصيه. لما بديت الجيل الثاني ده كان سنه 72، هو والدي توفى سنه 74، هو الحقيقه قال لي نصيحتين. في البداية قال لي لو أنت بتعملي الشغل ده عرفان بالجميل ولا عايزة تحافظي على الشغل، أنا مش محتاجك، أنا خلاص أثبتت فكرتي وتحققت وسعيد وراضي. لو بتعمليها لنفسك وحابة تعيشي الحياة دي أهلا وسهلا، وهطلب منك أنك أنت تلاقي لنفسك نشاط بإيدك، أنت تنتجي حاجة تشتغلي بإيدك وفي نفس الوقت تكسبي فلوسك. ما كنتش مصدق ان الست البسيطة دي تبقى فنانة، يبقى ما تفهمش اللي اتعمل هنا، يبقى تظلم اللي اتعمل هنا. ليه؟ لانه الفكرة نفسها حققت على مدى 80 سنة فكرة ان البني آدم مليان طاقات حقيقية، واحنا في تعاملنا مع الاطفال او حتى الفنانين بنأكد لهم يومياً الخصوصية دي. أول ما جيت كنت جاية عندي 11 سنة، فجابنت المدام سوزان مرات أخويا طلعت لها وقالت لها إحنا عايزين نعلم بسيم، قالت لها خلاص يا سرية انزلي علميها. فقعدت جنب الأكبر مني وقعدت أتعلم مع جنبيهم واحدة واحدة مع تشجيع المدام سوزان. وصلت للي أنا فيه. أول ما ابتدينا يجي شبر كده، وبعد كده بقت ايه واحده 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 مع الزمن لحد ما ايه ما وصلنا للي احنا فيه، بس ايه بتشجيعها هي ووقفتها معانا هي، فما كتفتناش في الكلام ولا في الشغل ولا في كل ما تيجي يقول الله حلو جميل جميل حلو حلو تسلم ايديك وتسلم ايديك، لحد ما خدنا ودينا بقت نفهم المواضيع وتقول اعملوا دي كذا ودي كذا
ومشوا بدي كذا ودي كذا لحد ما وصلنا للحفيد. في البداية عشان أساعدهم إنهم يخرجوا كل طاقتهم دي لازم أبني بيني وبينهم علاقة مبنية على احترام الفكر بتاعي وبتاعهم، يعني في تفاعل بيننا، وعشان نلاقي اللغة المشتركة بيننا لازم أكون حساسة جدا لكل شخص بتعامل معاه، خصوصيته إيه، مراكز قوته فين، فعشان أعمل ده لازم أبقى معاهم يوميا، بدليل إن إحنا جينا نسكن في المكان هنا هو عشان أبقى معاهم باستمرار وفهماهم وهم يبقى في علاقة بينا عميقة. بالنسبة لنجاح الفنانين اللي بيشتغلوا معانا هي الأغلبية سيدات، لأن تجاوبوا للفكرة وحسوا قد إيه إن هم يقدروا يبنوا لروحهم مستقبل بتاعهم هم مختلف ويبدعوا، ويعني ما فيش سعادة أكتر من الواحد يحس بيها غير لما يخلق حاجة جميلة تسعده هو وبتسعد اللي حواليه. الستات دي بسيطة جداً، ومن صدقها وحبها للي هي بتعمله قدرت تنجح النجاح الكبير ده لأنها صادقة في تعبيرها. حبي للمكان وحبي للي بيعمله رمسيس ويسا واصف ظهر أكتر بعد وفاته، لأن حسينا إن في عنصر، أنا كمعماري حسيت إن في عنصر مهم جدا أو حاجة مهمة اتقطعت، فلازم أنا أحافظ على الرابطة دي، لأن ده يعني كنز معماري ومهم جدا وما ينفعش يروح لأن شخص مش موجود معانا دلوقتي. فالناحية المعمارية لقيت احتياجاتي كلها في المركز، فبقى في بوند أو رابطة قوية بيني وبينها. في نفس الوقت احنا كنا شباب، فهي بادية التجربة بتاعتها وبتعمل حاجة أنا شايفها مهمة جدا وتكملت لشغل أبوها، حتى لو هو مش كده بالظبط إنما يعني في نفس الاتجاه بأفكار مشابهة جدا، فكان شيء طبيعي، يعني تقدر تسميها طريقة حياة أنا استمتعت بيها وإحنا بنبني الجيل الثاني ده، ودلوقتي أنا مستمتع بيها أكتر لأن أنا مسؤول أكتر عن حاجات كتيرة في المركز هنا. أنا هدي مثل واحدة من النساجات اللي بتشتغل معايا الفنانة، كل يوم بتقول لي الكلمة دي وهي جاية على شغلها هنا، هو بتشوف الستات الفلاحات اللي قاعدين قدام الباب بيرغوا ويجيبوا سيرة ده وسيرة ده، بتقول يا خبر أبيض ده أنا لو ما كنتش جيت المكان ده كنت بقيت زيكم. فده دليل على قد إيه هي حاسة إنها إحساسها راقي وفنانة وبتبدع. الست دي سافرت معانا إنجلترا، كانت سعيدة جدا لأنها جات لها فرصة أنها تشوف الدنيا وتحقق نفسها وتقابل ناس مختلفين بيقدروا فنها وشغلها، فهم حققوا كتير الحقيقة بمجهودهم وبحبهم للي هم بيعملوه. ضيفتنا الأخيرة اليوم من لبنان تمارا زين، باحثة بيئية تعين على رأس المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان لتصبح أول امرأة تتقلد هذه المكانة منذ تأسيس المجلس عام 1962، لتركز بشكل أكبر على تشجيع البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية في السياسات التي تتبناها الحكومة. اندفاع ببلش من جوا، يعني ما بدها تنطر انه حدا يقلها اعملي هيك او ساوي هيك، بدها تكون كتير عنيدة، كل ما يطلع تحدي بدها تكون حاطة براسها انه بدها تكسره وبدها تكفي. تمارا زين حاليا امين عام المجلس الوطني للبحوث العلميه، قبل منها كنت مديره ابحاث ومديره برامج كمان بالمجلس، وقبل 2013 كنت باحثه واستاذه جامعيه بفرنسا.
كان الخيار بين الرياضيات وبين الكيمياء لأنه اثنين بحبهم، وهيك بلشت. اخترت الكيمياء، اعتبرت مجالها أوسع شوي من الرياضيات. درست بالجامعة اللبنانية، رحت لبرا، أخذت منحة من المركز الفرنسي للبحوث العلمية، عملت الدكتوراه، وكان مفروض أنه بعد الدكتوراه أرجع دغري على لبنان، بس كمان شاء القدر أنه أخذوني دغري بالجامعة بموقع أستاذي متفرغة، وهيك يعني سحبت معي كمان شي 10 سنين زيادة بفرنسا. بعد حصولي على شهادة الدكتوراه بالكيمياء الفيزيائية، وبعد ما أخذت منصب كباحثة وأستاذة متفرغة بالجامعة بفرنسا، كنت أشتغل أبحاث أكثر منسميها fundamental research، يعني بمجال له علاقة الأسطح منسميه. ندرس خصائص فيزيائية لبعض المواد الجديدة اللي عم نعمل لكنا تصنيع جديد. بس لما رجعت على لبنان الحقيقة عدلت شوي بالمشروع بما يتناسب مع المختبرات بالمجلس، واشتغلت على موضوع المواد المبتكرة لإزالة التلوث الإشعاعي، واللي بسببها حصلت أولاً على جائزة لوريال يونسكو للمرأة في العلم من المشرق العربي عن لبنان، ورجعت بعد منها كمان أخذ جائزة المواهب الواعدة كمان من لوريال يونسكو، أخذناها من باريس. وطبعاً أهمية هيدي الأبحاث منا بس بالجوائز، هي فعلياً بقديم نقدر نستقطب كمان تمويل ونستقطب شراكات إذا بدك عالمية لنشتغل ونطور هيدي المشاريع. يعني أنا أخذت دكتوراه كان عمري 25 سنة، وبلشت كأستاذي جامعي كان عمري 25 سنة، رجعت على لبنان تقدمت بشغلي مثل ما لازم، يعني هيدا كله فيه أعتبره مساهمات كانت نوعاً ما ناجحة، رغم أنه يمكن ما كتير خططت لها ولا نهار خططت لها، كانت الأمور عم تجي عفوياً. يعني خلينا نحكي بمساهمات أكثر، يعني حتى بالشق البحثي بتعرف نحنا ما في فرد بيعمل إنجاز بالأبحاث، هو دايماً بكون في فريق عمل، بكون في عندك أشخاص بيتعاونوا معك، حتى بدول تانية أنت بتكون عم تبني على أبحاث تانية عملت، وأنت مساهماتك حتساعد أفراد تانيين عم يشتغلوا حول العالم بالمجال اللي أنت بتشتغل فيه. المجلس الوطني للبحوث العلمية عند تأسيسه سنة 1962 بعهد الرئيس شهاب، كانت الفكرة منه أنه يكون الزراعة العلمي للحكومة، ومن هيك أنيطت فيه ثلاث مهام الحقيقة. أول مهمة هي وضع سياسة علمية بالبلد، ثاني مهام هي العمل من خلال مراكزه على إنتاج المعرفة، والمهمة الثالثة هي دعم البحوث ووضع برامج تسمح للجامعات أنه تعمل منظومة بحثية تتجاوب مع السياسة العلمية اللي وضعها المجلس. وهلأ مثل ما أنت شايف نحن موجودين بالمركب العلمي كانا اللي تابع للمركز الوطني لعلوم البحار، اللي هو أحد مراكز المجلس اللي كنت عم بحكي عنهم. عندك المركز الوطني للاستشارة عن بعد، المركز الوطني للجيوفيزياء، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، هن الأربع مراكز التابعين للمجلس. هلأ أنه صير أنا على رأس هالمؤسسة أكيد يعني فيه إذا بدك نوع من عرفان أو تقدير للمسيرة العلمية اللي عملتها، للشغل اللي اشتغلته سواء بالمجلس أو قبل ما انضم للمجلس بسنة 2014، وهو نوع كمان إذا بدك من تقدير لقدرات المرأة بالمجال العلمي ولقدرتها على قيادة مؤسسات علمية، لأنه ما في شك الحقيقة صار بقدرات المرأة العلمية. يمكن الشكوك حاليا حول العالم حتى بلاد برا هي على قدرتها أنه تقود مؤسسات علمية كبيرة، فأنا بعتبره هيدا تقدير شخصي وتقدير إذا بدك كمان معنوي للسيدات اللي بيشتغلوا بالمجال العلمي. وصول المرأة للعلم والدرجات العلمية كتير متاح حتى بعالمنا العربي، المشكلة بعدين بالحصول على مواقع أكاديمية ومواقع بحثية، هون إيه لا بكون بتحس في تمييز أكتر، يعني الرجل عنده سهولة بالوصول لهيدي المواقع. تعيين كأمين عام وفعليا أنه أول مرة بتحصل على هيدا المنصب، هيدي كان إيه لا يعني فيك تحسه نوعا ما إنجاز وفيك تحسه نجاح، يعني ما بدي أكذب وأقول لك أنه لا ما حسيته إنجاز، لا هو إنجاز فعليا، خاصة لما بتطلع بلبنان أنه عندك نسبة سيدات عالية بيعملوا دكتوراه، يعني تقريبا 60% من طلاب الدكتوراه بلبنان هن فتيات، بس بتروح على الجامعات لا، المواقع الأكاديمية المهمة ورئاسات الجامعات غالبيتها بإيدين الرجال، يعني فلا هيك حصول على هيك منصب هيك موقع لا فيه يعني فيه نجاح، ايه طبعا له طعم مختلف.
كسيدة الحقيقة ما كان في كتير صعوبات بالأول، يعني خلال إذا بدك مرحلة الاكتساب العلمي، لأنه بالعائلة ما كان في أي معارضة، بالعكس كان في تشجيع كتير أنه نتعلم، وكان في تشجيع أكتر أنه نروح نعمل دكتوراه ونكفي. لما تبلش بالحياة المهنية ايه بتحس دايما في انه بدك انت تعمل مجهود كست، بدك تعمل مجهود يمكن اضافي مرتين وثلاثه لتنشاف مثل ما بينشاف الرجل اللي بيشتغل بهيدي المجالات. يعني حتى في اشخاص بتعيب على المراه انه تكون مراه متكامله، بمعنى انه عندها حياتها وانه قادره تعمل شغل علمي، قادره تكون عندها وظيفه علميه حتى ببلاد برا مش بس هون. بلبنان هلا مشكلتنا زياده انه في ازمه، يعني صار الباحث اذا عنده فكره معينه بده يشتغل عليها، غير التحديات العديل انه انا اي طريقه بدي اتبع، شو المنهجيه اللي بدي اتبعها لاوصل لبحثي، شو الامكانات الموجوده عندي بجامعتي بمختبري، شو عندي فريق اقدر اعتمد عليه لاوصل لهذا البحث. حاليا نحن بازمه، الاولويات صارت كليا مختلفه فيه. يعني بس تروح على اي جامعه اي مركز بحثي بقول لك اولويتي هلا ضل عايش. الرسالة إذا بسمح لحالي أعطي رسالة هي للأمهات، يعني اللي بيربوا أولاد بالبيت، سواء ربوا فتيات أو صبيان، دايما يعودون على روح التحدي. يعني ما أول أزمة بتمر بحياتهم، أول تحدي بمر بحياتهم، أنه خلاص ينزلوا إيديهم ويقولوا لا خلاص صعب كتير وما فينا نحلها. وتحديدا الفتيات، لأنه نحن بالبيئة العربية دايما بنعتبر أنه لا، أنه الشاب هو عمود العائلة، لا، البنت كمان هي عمود العائلة وعمود المجتمع زيادة، لأنه هي كمان بعدين بدها تربي، بعدين بدها تشتغل. فالتأثير الأول بيبدأ دايما بالعائلة. ويمكن كنت محظوظة أنه كان عندي والدتي أو والدي اللي كانوا يعني داعمين لأقصى الحدود، خاصة لتعليم الفتيات اللي بالعائلة قبل حتى ما يفكروا يمكن بتعليم الشباب. وطبعا بعد منا سأبت كمان طلع لي أساتذة بالجامعة كانوا متميزين الحقيقة، وكانوا هني كتير داعمين، وكانوا هني يقولوا لي لازم تروحي وتكفي، ما لازم توقفي. وبعد منا أكيد زوجي، يعني هذا شيء إذا الزوج بعد منا ما دعم المرأة أكيد بدها تعيق شوي مسيرتها المهنية. وحتى أولادي رغم صغر سنهم يعني متفاهمين كتير أحيانا لمتطلبات العمل اللي بكون فيها كتير وقت وفيها استنزاف أحيانا بالطاقات، فكمان بيراعوا كتير وبيدعموا. يعني أنا بشبابي، يعني بالسنين اللي كنت بعدني صبية كتير، كنت محترفة بالفولي بول، كنت ألعب وكنت بفريق، وكنا حتى بفرق الجامعات نلعب، وحتى فرق المدارس لما كنا بالمدرسة. هيدي كانت هوايتي الأساسية إذا بدك. وطبعاً القراية، يعني من أنا وصغيرة بحب أقرأ. أوقات بروح بمشي مع الأولاد بالطبيعة، نعمل شوية هايكينج، بنمشي شوية على الكورنيش بصيدا. بس أنا على الصعيد الشخصي تغيرت شوي أهوائي، يعني هلأ صرت بحب أهتم بزراريعي، صرت بحب أعرف أكتر شو عن الشجر، تغير. يعني صرت بحب أعرف أكتر عن الطبخ، بتتغير، بتتغير الأولويات. طبعاً إلى جانب القراءة، لأنه نحن بشغلنا بتعرف بدك تضل عم تقرأ، أنه يعني يا ريت منقدر نرجع تكون اللغة العربية لغة معرفة، يعني لغة إنتاج معرفة، أو على الأقل تكون لغة تواصل علمي، لأنه حالياً حول العالم يعني اللغة العربية بطلت لغة علوم للأسف. فإن شاء الله كمان هذا الشيء هيك بيقدر العالم العربي يرجع لمجدها للغة العربية.